أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية الخاصة بشأن الحكم على الناشط المدني باسم خزعل خشان بالسجن لست سنوات على خلفية نشره آراءه المعارضة للفساد الحكومي على مواقع التواصل الاجتماعي. فأهلا بكم، سيكون معنا في هذه التغطية كل من الأستاذة إيناس زايد المستشارة القانونية في المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان، وأيضا الأستاذ زيد شبر عضو المركز العراقي لدعم حرية التعبير من بغداد، ودكتور جاسم الشمري المحلل السياسي سينضم إلينا من إسطنبول، والأستاذ قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية من بغداد، والشيخ أبو عزارة خشان وهو شقيق الناشط باسم خشان من بغداد. فأهلا بكم مشاهدينا الكرام. باسم خزعل خشان ناشط مدني انتقد الفساد الحكومي وسيطرة الميليشيات على مجمل المشهد في العراق، فكان جزاؤه حكما بالسجن لمدة 6 سنوات. يذكر أن محكمة جنايات المثنى التي حكمت على خشان بالسجن كانت هي نفسها التي حكمت ببراءة وزير التجارة السابق فلاح السوداني الذي سرق أموال العراق، رغم تورطه بملفات فساد تقارب قيمتها مليار دولار من أموال الشعب العراقي. لنتابع هذا التقرير. كن جزءا من الفساد الحكومي في العراق واتبع إحدى الميليشيات المسلطة على رقاب أهله، تحصل على صك يحميك من أي ملاحقة أو محاكمة حتى لو ارتكبت أفظع الجرائم. أما أن تكشف عن سوءات الحكومة وما حوته وتفضح فسادها فتلك جريمة كبرى تهون أمامها كل الجرائم. الناشط المدني باسم خزعل خشان كتب في حسابه على موقع فيسبوك منتقدا فساد مجلس محافظة المثنى، فوجد نفسه أمام قضاء يجيد التفريق جيدا بين سرقات مليارية وبين مواطنين يتخذون من أقلامهم سلاحا للدفاع عن حقهم في العيش بكرامة. القضاء نفسه الذي حكم ببراءة فلاح السوداني المتورط بملفات فساد تقارب قيمتها المليار دولار من أموال الشعب العراقي حكم على باسم خشان بالسجن لمدة 6 سنوات. فقد قالها العبادي قبل أكثر من 3 سنوات: انتظروا وسترون كيف أنقض على رؤوس الفاسدين. لكن فاته آنذاك أن يوضح من هو الفاسد برأيه. الحكم على خشان جاء بناء على دعوتين تم تقديمهما من قبل مجلس محافظة المثنى وهيئة النزاهة، بعد أن اتهمهما الناشط بالفساد وعدم تأدية مهامهما كما ينبغي. خشان الذي تحدث بلسان ملايين العراقيين فضح بالأدلة مسؤولين حكوميين ونوابا وقضاة فاسدين في محافظة المثنى، وطالب حكومة العبادي بتوقيفهم ومحاسبتهم. فلم تكتفي القوات الحكومية في المحافظة باعتقاله والحكم عليه بالسجن، بل اعتقلت من تضامن مع حقه في التعبير عن الرأي والتصدي للفاسدين في البلاد، وكانت تهمة هؤلاء التظاهر دون ترخيص رسمي وإحداث أعمال شغب، وما هي إلا محاولة لتكميم الأفواه ومنع أي محاولة لكشف حجم الفساد الحقيقي الذي يعيشه العراق اليوم. في سياق ذي صلة، طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري ومجلس محافظة المثنى بسحب شكوتيهما اللتين أديتا إلى الحكم بالسجن للناشط باسم خزعل خشان ل6 سنوات. وقال رئيس المرصد هادي جلو مرعي إن الشعب العراقي أصبح مهددا بالسجن إذا اشتكى أو انتقد أو طالب بحقوقه المسلوبة بسبب عصابات الفساد في بلد يدار بطريقة غريبة للغاية حسب تعبيره. هذا وطالب المركز العراقي لدعم حرية التعبير رئيس الحكومة في بغداد حيدر العبادي ومجلس محافظة المثنى بالإفراج عن الناشط المدني باسم خزعل خشان. أرحب بضيفي الأستاذ زيد شوبر عضو المركز العراقي لدعم حرية التعبير من بغداد. أستاذ زيد مرحبا بك. مساء الخير دكتور.
أهلا بك أستاذ. بداية يعني كيف يمكن تقييم الحكم الصادر على الناشط المدني باسم خزعل خشان حقوقيا؟ نعم، تحية لحضرتك، تحية للضيف الكريم، تحية لجميع مشاهدي قناة الراتبين القضائية، والحرية لباسم خزعل الخشان. حياك الله. والحرية أيضا لجميع المواطنين الذين يرغبون بالتعبير عن رأيهم وينتقدون حالات الفساد المستشري في هذه البلاد. للأسف يعني هو في القانون، يعني أي قضية قانونية اليوم ترفع ضد أي شخص أو بحق أي شخص، فالقضاء أنه من الضروري أو يجب، أو هو نظام القضاء أو واجب القضاء هو يتعامل معها كدعوة قضائية. لكن نحن في المركز لدين المجلس المحافظة أنه بإقامة دعوة قضائية، كما أنه اليوم العرف اللي دار بالشارع أنه جماعة 26 أو ضحايا 26 في مواجهة جماعة 56، في إشارة إلى أن هم جماعة 56 هم الذين يحتالون على القانون من خلال تشريع امتيازات لهم، بالمقابل جماعة 26 اللي هي تستند من المادة 226 في قانون العقوبات اللي هي صارت تهمة إهانة الدولة. يعني كيف نقيم شخص أنه ينتقد فساد معين أو ينتقد شيء من أي مستوى، أنه سواء سياسيا أو اجتماعيا، وهذا واجبه كمواطن كما كفل له الدستور يوظف على أنه إهانة مؤسسة من مؤسسات الدولة الرسمية. يعني بأي يعني إلى مجلس محافظة المثنى، يعني كيف أنه لمجلس المحافظة أنه يجب أن لا ينتقد؟ من يكون يا رئيس مجلس المحافظة؟ هو شخص أحد قيادات المجلس الإسلامي الأعلى، اليوم هو رئيسا لمجلس محافظة المثنى. يعني أنه في رسالة إلى الناس، في رسالة إلى الناشطين، يقول أنا اليوم محصوم من الخطأ، ويجب أي شخص لا ينتقدني أو إن لم تكن معي في قراراتي فأنت ضدي، وهذا أنه مرفوض، يعني لا الدستور يقبله ولا القانون يقبله. لكن أنه القضاء مستقل اليوم بالعراق، أي شخص بإمكانه التقدم بدعوة قضائية والقضاء يتخذ قرارا بذلك. دائما السياسيين ما يتحدثون عن الدستور وعن الديمقراطية، أين هي الديمقراطية التي يتحدثون عنها؟ يعني الديمقراطية مفصلة على أنسجتهم ووفق أهوائهم يعني السياسي، القانون الذي يريدونه يشرعونه، والقانون الذي لا يريدونه يماطلون به. وبدليل على خير دليل على ذلك والأقرب هو اليوم الموازنة بين صار مدة من الزمن أنه يوميا جدل، لأنها تتضمن تخصيصات لهم ومنافع لهم، إضافة للمزايدات الانتخابية والسياسية بالنسبة لهم. فاليوم قانون الصحفيين، قانون 21 اللي كفل حماية وحقوق الصحفيين، انه في البلد هم السياسيين ما منفذين، اللي هم متلمين رسم سياسة الدولة العراقية. فالقانون اليوم هم السياسيون انهم يستخدمون القانون لأهوائهم. ابقى معي استاذ زيد. استاذ زيد نعم. شوبر لو سمحت ابقى معي ان شاء الله. ارحب بالدكتور جاسم الشمري المحلل السياسي. مرحبا بك دكتور جاسم. دكتور جاسم، اطلعت بالتأكيد على هذا الحكم الصادر على خشان، صدر على خلفية تعبيره عن رأيه. ما أهمية حق حرية التعبير عن الرأي؟ السياسيون بألسنتهم يتحدثون عن أنهم تقاسموا كعكة العراق، تقاسموا أموال العراقيين، وموجود الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. لماذا يعتقل من ينتقد الفساد في العراق؟ دكتور جاسم هل تسمعني؟ نعم. إلى أن يجلس دكتور جاسم معي أيضا الأستاذة إيناس زايد المستشارة القانونية. هل جهزت معنا الأستاذة إيناس زايد؟ بالعودة إليك أستاذ زايد شوبر مرة أخرى، يعني كل القوانين الدولية هي تكفل حرية التعبير عن الرأي في كل الدول المتقدمة، ترى أن هذه الدول وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدم ومن رقي لأنها تحترم الإنسان وتحترم رأيه وتحترم حرية التعبير في بلدانها. يعني هل أصبح التعبير عن الرأي في العراق جريمة في القانون العراقي؟ لا، هو في القانون العراقي لا توجد جريمة أنه التعبير عن الرأي، وبدليل لدينا عدد كبير من الصحفيين أنه يقاضوهم عدد أيضا مضاعف من المسؤولين ويخرجون ببراءة ولم يثبت عليهم أي تهمة ضمن القانون العراقي وضمن محكمة النشر. خصوصا في الفترة الأخيرة، يعني مجلس القضاء الأعلى أصدر أمرا بعدم القبض على صحفي في أي جريمة منسوبة له بالنشر. لكن اليوم في محافظة المثنى، أولا أنه السيد باسم خزعل الخشان هو ليس صحفي وإنما مدون، أو نحن
عديناه مدون وهو ناشط مدني في محافظة المثنى، همه هم كثير من المواطنين الذين ربما لا يستطيعون الكتابة أو يكونهم التعبير في السياقات الموجودة أو الجرأة الموجودة. فالسيد خشان اليوم اتخذ من مكانه من منطقته، نقل هموم المحافظة، معاناة محافظة المثنى تفتقر إلى الكثير من الخدمات إلى الكثير من المشاريع، وإنما كيف أنه والدليل وبطرق قانونية وبدليل أنه السيد باسم خزع الخشان هو كتب أنه نتيجة إخبار، يعني تقدم حاله حال أي مواطن إلى هيئة النزاهة بتقديم إخبار على دائرة صحة المحافظة كونهم اشتروا سرير بمبلغ باهظ الثمن على خلاف ما موجود هو اليوم في السوق. يعني هيئة النزاهة ومجلس المحافظة اتخذوا من القضاء أنهم تقديم دعوة قضائية على اعتبار أنه السيد هم تضرروا. طيب. كمؤسسة ابقى معي أستاذ زيد شوبر، سأعود إليك مرة أخرى لو سمحت. أرحب مرة أخرى بالدكتور جاسم الشمري المحلل السياسي العراقي، مرحبا بك دكتور جاسم. مرحبا، أهلا وسهلا دكتور جاسم. ما تعليقك على هذا الحكم الصادر على المدون المواطن العراقي الذي يعبر عن رأيه؟ نعم، شكرا لكم. حقيقة لا جديد في الأمر، القضية ليست جديدة، سبق وأن جرى في محافظة المثنى بالتحديد أن تم اعتقال أستاذ جامعي قبل عام تقريبا حينما زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة المثنى، وتم اعتقال أحد الأساتذة نتيجة موقف مظاهرات ضد الوزير، وبالتالي الموقف ليس جديدا. هناك نوع من القمع الحكومي لكل الأصوات التي تريد أن تؤكد أن هناك فسادا في الدولة العراقية. مع الأسف القضية أخذت منحى خطير جدا، وكأن القضاء العراقي أراد الانتقام من السيد خشان، ذلك لأنه تحدث عن قضايا مهمة ومهمة جدا. على سبيل المثال، حينما يعني يكتب السيد خشان عن أن وزارة الصحة في محافظة السماوة اشترى سريرا بأحد المستشفيات ب 65 مليون دينار عفوا، ثم اشترت ملحقات لهذا السرير ب 99 مليون دولار. هذا يعني أن سريرا واحدا كلف الدولة العراقية 164 مليون دينار عراقي. من حق أي مواطن عراقي سواء كان السيد خشان أم غيره أن يطالب من الحكومة معرفة أين ذهبت هذه الأموال. وبالتالي رأينا أن القضاء مع الأسف استعان بأستاذ جامعي في قسم اللغة العربية لتفسير عبارة على نار هادئة، وبالتالي اعتبر هذا الأستاذ الجامعي عبارة أن القضية كانت تطبخ على نار هادئة، هو نوع من الاستخفاف أو الاستهزاء بمجلس المحافظة. أعتقد أن القضية هي قضية سياسية قبل أن تكون قضية كشف عن فساد في المحافظة. هم أرادوا جعل السيد خشان نموذجا من أجل إسكات الآخرين، وأعتقد أنهم واهمون. القضية كبيرة والفساد مستشري في عموم الدولة العراقية، ولا أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يعني يقود إلى نوع من الصمت الشعبي. بالعكس، أنا أعتقد أن القضية ستأخذ منحا آخر، وأعتقد أن أهالي السماوة. طيب دكتور جاسم، البعض يقول بأن جميع السياسيين قبل الانتخابات تكون ألسنتهم معسولة ليكسبوا الجماهير، ومن ثم بعد ذلك ينقضوا على أموالهم ويسرقوها بحسب ما يصف البعض. الآن توقيت هذا الحكم كيف تنظر إليه؟ يعني القضية قضية لا أعتقد أن لها علاقة بالانتخابات، لكن القضية هي نوع من السعي الحكومي لإسكات الأصوات الكثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكأن الحكومة تريد أن تجعل من السيد الخشان نموذجا لإرهاب الآخرين. هي القضية قضية مدروسة، وقضية ربما الحكومة تريد منها إسكات الآخرين، ولا أعتقد أن هذا الأمر له علاقة بالانتخابات، وإنما هو نوع من الترهيب القانوني أو الترهيب الديمقراطي
سمه ما شئت، لكن بالنتيجة هم يريدون إسكات الذين يحاولون كشف الفساد المستشري في الدولة العراقية. نعم. بالعودة إليك أستاذ زيد شوبر، عضو المركز العراقي لدعم حرية التعبير. أستاذ زيد، يعني هذا الأمر، الحكم الصادر على خشان، التعبير عن الرأي مثل ما ذكرتم هو ليس جريمة مثل ما هو مثبت بالقانون العراقي، وإنما يحصل هو يعني محاولة إسكات الأصوات، وكذلك اتفق على ذلك الدكتور جاسم الشمري. بالنسبة لحالة العراق الآن، يعني العراقيون الآن نسبة كبيرة منهم بحسب تقارير منظمات دولية يعني هم في فقر مدقع، هناك بعض العوائل تقتات على المزابل، هناك الملايين من المهجرين والنازحين، وهناك ظرف مأساوي وظروف مأساوية لم تتحسن منذ عام 2003 وإلى الآن. بالنسبة لحالة العراق، يعني حالة حق التعبير عن الرأي، هل يراد إبادة هذه الحالة تماما؟ أستاذ زيد سمعتني؟ أستاذ زيد. عفواً. أستاذ زيد. نعم. يعني نعم. نتحدث عن العراقيين وحالة العراق الآن. يعني يحكم على مدون يطالب بحقوقه وينتقد سياسات الفساد، بينما يتم الحكم ببراءة وزير التجارة السابق فلاح السوداني، وهو نموذج يعني من الكثير من النماذج رغم تورطه بالفساد. يعني كيف تنظر إلى حالة القضاء العراقي؟ القضاء العراقي وهذه الازدواجية؟ لا، احنا في قضية انه عبد الفلاح السوداني وزير التجارة العراقي الأسبق اليوم قدم يمكن من لبنان، من بيروت، وحاليا هو يفترض ان يكون موقوفا كونه جاء مخفورا، لكن نعم نحن نتحدث يعني عن الحالة يعني منذ عام 2003 وحتى الآن، كيف تقيم القضاء العراقي؟ يعني بعد كل هذه السنوات يأتي هو من لبنان، يعني أموال العراقيين أين ذهبت؟ يعني هذه حالة من الحالات. هو العراق ما بعد 2003، العراق بعد 2003 أنه صار في عدة اتجاهات في كل مؤسسة هناك تقصير، يعني لم يكن أنه القضاء كامل مكمل، ولا تكون أنه المؤسسة التشريعية كاملة، ولا المؤسسة التنفيذية كاملة، لكن يعني قضية يمكن ربما القضاء تعامل مع قضية أنه وزير التجارة، كون أنه ربما وزارة التجارة هي لم ترفع دعوة قضائية أو تتأخر في إجراءات الكتب الرسمية. تعرف أنه لو كانت دعوة قضائية من قبل مجلس القضاء أو محكمة الاتحادية أو الادعاء العام ترسل الكتب إلى وزارة التجارة العراقية، وزارة التجارة العراقية ربما تتأخر في الإجابات على الكتب، لكن أنه اليوم ما رأيناه في مجلس محافظة المثنى هو شيء مختلف تماما، لا يخص أنه لا يخص الفساد، وإنما يخص شخص يعني ضمن فريق العبادي المحارب للفساد. اليوم رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي عندما قال في وقت سابق أنا أحارب الفساد، أنا ضمن الإصلاح، حتى السيد مقتدى الصدر قال نحن ضمن الإصلاح، هذا شخص مواطن عراقي من مدينة المثنى، مدينة ثورة العشرين. اليوم هذا الشخص هو يزج في السجن، يزج لمدة ست سنوات، وبعد البيانات وبعد الاتصالات بهيئة النزاهة، اليوم رئيس هيئة النزاهة وجه برفع الدعوة أو سحب القضية الخاصة بهيئة النزاهة، وما تبقى هي قضية مجلس محافظة المثنى. يعني اليوم مجلس محافظة المثنى يحكم على شخص 3 سنوات، إضافة إلى ذلك أنه في المظاهرة التي المظاهرة التضامنية لأبناء وشيوخ عشائر محافظة المثنى، اليوم اعتقل لدينا مصور، المصور ما ذنب له إلا هو تضامنه، يعني ما هذه الدكتاتورية المفرطة التي يقوم بها رئيس مجلس المحافظة، رئيس مجلس محافظة المثنى بتوجيه قيادات الشرطة هناك، يعني ماذا حل بالمثنى؟ يعني اليوم ماذا يريد رئيس مجلس المحافظة؟ ألا يريد أنه شخصا ينتقده ليقاضي؟ ما سبب هذه التهمة الجديدة التي أنه إهانة مؤسسات الدولة؟ يعني اليوم جميع الصحفيون في العراق، الصحفيون العراقيون اليوم بلغ عدد المنتسبين لنقابة الصحفيين أكثر من 20,000 صحفي، ما ذنبهم؟ يعني اليوم كلهم معرضون إلى الخطر، كلهم معرضون بأي تهمة إهانة مؤسسات الدولة الرسمية، كيف هذا؟ يعني
يعني لا دوليا لا عرف قانون الدستور العراقي ولا القانون العراقي انه يقبل بهذه الاجراءات. اليوم جميعنا انه كصحفيين كمواطنين ضروري ان نتضامن مع السيد باسم خشان، ليس لانه باسم خشان انتقد مجلس المحافظه، لكن حفاظا على مستقبل الديمقراطيه في العراق، حفاظا على مستقبل حريه التعبير في العراق. اليوم منظمات المجتمع المدني، الامم المتحده، المنظمات الدوليه كلها مطالبه انه للتضامن وللضغط على السيد رئيس مجلس المحافظه بالشكل القانوني لسحب هذه الدعوه لتنال الحريه السيد باسم خشان. يعني شكرا لك. لا ادري. شكرا لك. وضحت الصورة. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ زيد شوبر، عضو المركز العراقي لدعم حرية التعبير من بغداد، لانضمامك لنا في هذه التغطية. بالعودة إليك دكتور جاسم الشمري، يعني كيف تقيم أو ترى يعني خروج العراقيين بهذه الجرأة أكثر وأكثر كلما زادت السنين؟ حقيقة القضية قضية هي إيجابية، لكن بالمقابل كيف حينما نكون أمام شخص معتقل وليس لديه عشيرة كبيرة مثل السيد الخشان؟ القضية إذن نحن عدنا إلى المجتمع العشائري، وهذا يعني أنه لا توجد دولة، بالتالي هنالك مئات أو ربما عشرات الآلاف من الفقراء الذين ليس لديهم عوائل كبيرة. هؤلاء ما زالوا حتى الآن ربما قضيتهم أقل من قضية السيد خشان، هم ما زالوا حتى الآن في المعتقلات، وبالتالي هذا الأمر يؤكد غياب القانون، يؤكد غياب الدولة، يؤكد غياب الشفافية. إذن حينما توجد دولة عادلة يمكن للجميع سواء كانوا من الأغنياء أم من الفقراء أن يكونوا أمام قضاء عادل وغير ظالم. أما أن تكون هنالك من يحكم عليه ويخرج وتخرج عشيرته والعشائر المتضامنة معه، ليست فقط العشائر، الوقوف معهم. يعني دكتور جاسم، نعم، يعني أيضا هناك تزايد للقمع على مدن بعينها، يعني هناك انتقاء للمدن التي يقمع فيها العراقيون بالإضافة إلى موضوع العشائر. أعتقد أن القضية يعني المثنى ليست من المدن التي وقع عليها قمع كبير، القمع وقع على مناطق محددة في العراق وهي المحافظات المنتفضة، وهذا الأمر معلوم. أما هذه المحافظات فربما فيها يمكن أن نقول نوع من النزاع العشائري ضمن إطار الدولة أو ضمن إطار الأحزاب. هؤلاء من ضمنهم السيد خشان وقعوا ضحية لمحاولاتهم من أجل خدمة العراق أو خدمة القضية أو خدمة البلد. إذن هم جزء من يعني التضحية التي وقعت عليهم بسبب هدفهم خدمة القضية العراقية. إذن الموضوع ما لا أعتقد أن هذه المدن وقع عليها إشكال أو ظلم كبير. نشكرك شكرا جزيلا دكتور جاسم شمري المحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نكمل التغطية، كونوا معنا. هذا وأعقب قرار سجن خشان ردود فعل شعبية غاضبة، حيث تظاهر الآلاف من سكان محافظة المثنى يتقدمهم أبناء عشيرة بني حجيم وناشطون في مدينة السماوة مركز المحافظة تنديدا بسياسة الحكومة القمعية على خلفية الاعتداءات على المتظاهرين السلميين في المحافظة. وحذر المتظاهرون القوات الحكومية من تكرار ممارساتها القمعية ضد التظاهرات السلمية، مطالبين بالإفراج عن الناشط باسم خزعل خشان الذي أصدر القضاء في وقت سابق حكما باعتقاله 6 سنوات. وكان بيان للشيخ فاهم خزعل الخشان أحد مشايخ عشائر البركات قد حمل في وقت سابق الحكومة مسؤولية الحفاظ على أمن المتظاهرين. Allah'a emanet olun.
إلى ذلك أكد أهالي محافظة المثنى أنهم سيواصلون تظاهراتهم واحتجاجاتهم حتى الإفراج عن الناشط المدني باسم خزعل الذي فضح فساد الحكومة في المحافظة، بينما أظهرت لقطات مصورة أعدادا كبيرة من المتظاهرين وهم يهتفون ضد مجلس المحافظة. لنتابع. تابعنا سوية زخم هذه التظاهرات الكبيرة. أما في الديوانية فقد خرجت تظاهرات منددة بقرار سجن الناشط باسم خشان 6 سنوات، ووصف المتظاهرون قرار المحكمة بالجائر وطالبوا بالإفراج عن خشان. ينضم إلينا الأستاذة إيناس زايد المستشارة القانونية في المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان من عمان. أستاذة إيناس، بداية مرحبا بك. يعني هذا الحكم الصادر على خشان المواطن العراقي الذي يعبر عن رأيه وينتقد فساد الحكومة، كيف تقيمين الحكم الصادر عليه من المحكمة في العراق بالسجن 6 سنوات؟ نعم، مساء الخير لك دكتور سمير. يعني في البداية دعنا نتحدث عن وجهة نظر القانون الدولي حول ما يحدث بحق باسم الخشان. فعليا وفقا وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن حرية التعبير مكفولة، وكذلك الأمر بالدستور العراقي، وهذا الأمر يجعل أي اعتداء سواء بالاعتقال أو بالتضييق على أي شخص من قبيل الانتهاك الواقع على حرية التعبير والرأي. وطالما كان هذا التعبير عن الرأي في الإطار القانوني الذي حدده أيضا التعليق العام على المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن يعني هذا الأمر يجعل من كافة الآراء التي طرحها الأستاذ باسم هي تدخل ضمن حرية الرأي والتعبير المباحة والتي لم يستثنيها القانون الدولي من الاتفاقية. لذلك فنحن نقول بأن ما يجري وفقا لقراءاتنا للمشهد بأن إصدار القرار بحق الأستاذ باسم هو فعليا أيضا بالإضافة إلى كونه اعتداء على حقه في حرية التعبير والرأي، هو أيضا يأتي في سياق غياب لضمانات المحاكمة العادلة التي يعني وصف بها القضاء العراقي أكثر من مرة، والتي جعلت من العديد من قراراته مجحفة وغير عادلة. وهذا الأمر بالتحديد يعني يجعلنا أمام مسألة كبيرة أو انتهاك خطير في الدولة العراقية، لأن القضاء فعليا هو الأساس الذي من الممكن الاعتماد عليه لإنصاف الأشخاص المظلومين. لماذا أستاذة إيناس، يعني جميع استنكارات المفوضية العليا لحقوق الإنسان، يعني عندما تستنكر الاعتداءات على المتظاهرين في العراق، على المطالبين بحقوقهم، على الذين يعبرون عن رأيهم بحرية وفق حتى الدستور الحالي الموجود، إلى أنها كلها يعني تضرب عرض الحائط، يعني تعامل القوات الحكومية مع المتظاهرين بهذا العنف، وهذه يعني عندما يحكم على مواطن عراقي يريد أن
يحصل على حقه وعلى حقوق جميع العراقيين يسجن. لماذا هذا التعنت وهذا الإصرار على معاندة كل ما كل انتقادات المنظمات الحقوقية لحقوق الإنسان؟ يعني أنا أجد بأن تصرف الحكومة العراقية في هذا الصدد هو بمثابة سياسة لتكميم الأصوات ولإسكات الأصوات المعارضة، والتي ربما تقبح العديد من المسائل، العديد من يعني الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة والتي قد تحملها المسؤولية. يعني الحكومة العراقية الآن لديها من الملفات العديد لكي تلتفت إليها، عدا عن ملاحقة المتظاهرين أو حتى ملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم. هناك العديد من المآسي الآن في العراق، من الأولى بالحكومة العراقية أن تلتفت إليها، مأساة النازحين وكذلك الأمر يعني النزاع المسلح الذي ما زال يعني لغاية الآن. لذلك يعني هناك من الأمور ما هي أجدر بالرعاية من قبل الحكومة العراقية، ولكن في هذا الصدد بالتحديد يعني في هذا الموضوع، موضوع قمع المتظاهرين، نحن نرى بأن هناك يعني إرادة سياسية موجهة حتى تقمع هؤلاء الأشخاص، وهذا يعتبر أيضا انتهاك للقانون الدولي، ويحمل الحكومة العراقية كامل المسؤولية عن أي خطر أو ضرر يصيب هؤلاء المدنيين. طيب أستاذة إيناس، ما الدور الذي يمكن أن تقوموا به أنتم في المركز الأورو متوسطي في هذا الإطار؟ يعني فعليا كما في حالة الأستاذ باسم الخشان، يعني هو فعليا قد صدر حكم من المحكمة بحقه، وهذا الحكم يعني نحن نراه غير عادل، ولكن عند استنفاذ كافة طرق الطعن داخليا في دولة العراق، من الممكن اللجوء إلى الآليات الدولية لإنصاف الأستاذ باسم. لذلك كمنظمة حقوقية نحن معنيين بالدرجة الأولى بإيصال هذه القضية إلى المحافل الدولية وإلى الآليات الدولية التي تراقب حالة حقوق الإنسان في كل الدول، ومن ثم عرض هذه المسألة لحتى يتم إعادة النظر في قضية الأستاذ باسم، وأيضا إن وجد أي انتهاك في قضيته من الممكن محاسبة المسؤولين أيضا عن هذا الانتهاك. هل هذا وارد؟ هل بالإمكان محاسبة المسؤولين فعلا؟ يعني الحديث عن محاسبة المسؤولين في العراق طال ولم يحاسب أي مسؤول. من وجهة نظرك يعني هل من داعم، هل من إسناد لهؤلاء على إصرارهم على سرقة أموال العراقيين وبالتقارير وحتى بأحكام المحكمة؟ يعني هناك من الأدلة والتوثيقات وما قمنا بجمعه نحن كمرصد أورو متوسطي، وأيضا بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية الأخرى، ما يدين فعليا بعض الشخصيات وما يعني ما هو كافا لإحالة بعض الشخصيات إلى القضاء الدولي للمحاسبة. ولكن يعني لابد من وجود إرادة سياسية لدى المجتمع الدولي لفتح محكمة جنائية دولية، أولا لمعاقبة المتورطين في جرائم الحرب بالدرجة الأولى بحق الإنسانية، ومن ثم الحديث عن أي قضايا متعلقة بالفساد ونهب الأموال. ولكن يعني فعليا نحن بحاجة إلى إرادة سياسية من قبل المجتمع الدولي حتى يتم إحالة هؤلاء الأشخاص وإنصاف الضحايا بالضرورة. أستاذة إيناس؟ ألو؟ نعم. معكم. نعم أستاذة إيناس، يعني هذا القمع الذي تمارسه الحكومة هو مستمر، حقوق العراقيين ضايعة، المسؤولون في العراق يتحدثون بأنفسهم عن أنهم هم من يتقاسمون الكعكة في العراق ويتبعها مجالس المحافظات وغيرها، هذا الأمر مع عدم وجود إرادة دولية، ما توقعاتك، ما توقعك لمستقبل العراقيين المطالبين بحقوقهم مع غياب هذه الإرادة الدولية التي تحدثت عنها؟ يعني من الصعب جدا الحديث عن أي توقع، لأن التوقع في هذا الصدد ومع استمرار الانتهاكات بهذه الطريقة وغياب المساءلة يعني سيقودنا إلى يعني مستقبل معتم وقاتم جدا. لذلك يعني نحن لا نريد أن نتوقع الأسوأ، في النهاية لابد للعدالة أن تحق، ولابد أن يتم إنصاف كافة الأشخاص المتضررين من هذه الانتهاكات. نحن يعني كمنظمة حقوقية دائما نقول بأن لا، على المجتمع الدولي التحرك، ولا يمكن التسليم بالصمت السائد حاليا حول موضوع العراق، لابد من التحرك والتحرك العاجل، وهذه دعوتنا دائما باستمرار حول الملف العراقي وملف الشرق الأوسط بشكل عام.
نشكرك شكرا جزيلا أستاذة إيناس زايد، المستشارة القانونية في المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. ينضم إلينا أيضا الشيخ أبو عزارة، وهو أحد شيوخ عشيرة الأحجام. مرحبا بك شيخ أبو عزارة خشان. شيخ تسمعني؟ شيخ يبدو أن الصوت غير واضح، سنعاود الاتصال بك مرة أخرى الشيخ أبو عزارة خشان إلى أن يتم تأمين الاتصال بشكل أفضل. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعاود التغطية، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية الخاصة بشأن الحكم على الناشط المدني باسم خزعل خشان بالسجن 6 سنوات نتيجة أو على خلفية آرائه المنتقدة لفساد الحكومة والمعارضة لسرقات المسؤولين في الحكومة، وكان ينتقدهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما أدى بالحكم عليه بالسجن 6 سنوات. معنا أيضا انضم مرة أخرى الشيخ أبو عزارة خشان أحد شيوخ عشيرة الإحجام. مرحبا بك الشيخ، تفضل حياك الله. حياك الله شيخ. شيخ كيف تلقيتم نبأ الحكم على باسم خشان بالسجن 6 سنوات؟ أستاذ الفاضل أنا صوتك ما جاي أسمع، وضيفك الكريم صوته ما أسمع، بس أنا أريد أوصل لك رسالة. نعم نسمعك جيدا، تفضل شيخ. لأن العراقيين رجال الشهامة والبطولات وتصديهم للفاسدين موجود إن شاء الله. نعم. الأستاذ باسم خزعل خشان أحد الرموز العراقية، الأستاذ باسم خزعل خشان أحد الشخصيات العشائرية. احنا كمجتمع عشائري كمحافظة احنا نريد نوصل صوتنا كمجتمع. الو نعم معك شيخ تفضل اكمل. الو شيخ نسمعك جيدا، تفضل اكمل. نوصل صوتنا لمنظمات المجتمع الدولية. نعم. بان الفساد قائم في مؤسسات العراق من الشمال الى الجنوب. لكن نقطة تلفت الانتباه، رئيس الوزراء عندما يقول سنحارب الفاسدين. نعم. رئيس الوزراء برنامجه واضح، إذا مثلا الفاسدين من هم؟ أكيد رجال عليهم مؤشرات، فهذا الرجل اللي جاهد وضحى ورجع قسم من أموال العراقيين. نعم. لخزينة الدولة يصبح ما وراء القضبان، هذه مشكلة. فإحنا نريد منكم كتخصصيين كمنظمات مجتمع مدني كصوت حر ينتقل كافة العالم، هذا الشخص مظلوم من قبل القضاء. فإحنا هذا العدل. نعم الشيخ، يعني رئيس الوزراء الحالي عندما يقول عن محاربة الفاسدين ومحاربة الفساد، يعني بعد هذه السنين الطويلة إلى الآن العراقيين هم يخرجون يتظاهرون من أجل الكهرباء،
من أجل ما؟ من أجل مجاري؟ من أجل أبسط حقوق الإنسان وهي لم تلبى للعراقيين الذين يعيشون على بحر من النفط وهم أغنى بلد في العالم. يعني هذا الحكم شيخ، يعني هل كان مفاجئا لكم أم متوقعا عندما يخرج أحد من أبناء العراق ينتقد الفساد؟ هل كان متوقعا من قبلكم أن يتم اعتقاله؟ أستاذ الفاضل، إحنا الدستور العراقي شرع قوانين. نعم. هذا القانون أي فاسد أي أو مفسد يأخذ من خيرات العراق ينال جزاءه. الشخصية الوطنية الأستاذ قاسم خزع الخشان دافع عن ممتلكات الشعب العراقي. نعم. ألو. نعم شيخ أسمعك. ألو. أسمعك شيخ. طيب الآن يعني تداعيات شيخ، يعني تداعيات هذه الأحكام الجائرة على الشارع العراقي، هل تتوقعون المزيد من التظاهرات؟ الآن عندنا مشكلة، من يتصدى للفاسدين يكون مصيره وراء القضبان، يعني بالسجون، والفاسدين خارج السجن. يعني هاي مشكلة. احنا الدستور العراقي شرع لنا ان نتظاهر، شرع لنا ان نمتلك العصيان المدني. هذا الدستور قرر ان ما من المعقول ان يحاكم خلال 3 ساعات وينسجن 6 سنوات. هاي كارثه. المفروض التخصصيين ان منظمات المجتمع الدولي ان تنظر هاي القضيه. نشكرك شكرا جزيلا شيخ أبو عزارة خشان، أحد شيوخ عشيرة الحجيم، لانضمامك معنا في هذه التغطية. شكرا جزيلا لك شيخ أبو عزارة. معنا مشاهدين الكرام ينضم السيد ضياء الغزي الناشط الحقوقي. يعني أستاذ ضياء مرحبا بك بداية. حياك الله وأهلا وسهلا بك أخي الكريم. أستاذ ضياء، كيف تقيم هذه الأحكام التي تصدر ضد من يطالب بحقه في العراق؟ ووردنا أن حضرتك أيضا كنت معتقل، هل حدثتنا عن ما يجري؟ بالبداية نشكر قناتكم الكريمة ودعوتكم لنا بهذا المجال والاهتمام بموضوع الزميل الناشط المدني باسم خزع الخشان. نعم. فأخي الكريم، أن القوانين التي تسير من قبل الأحزاب الفاسدة في هذا البلد لا نعترف بها، وإنما يعني إيش تتصور القاضي اللي يسير من قبل حزب ويصدر قرارات وأحكام جائرة مجاملة وإرضاء للأحزاب المتواجدة في محافظة المثنى أو العراق عامة. باسم خزر الخشان مو آخر واحد ولا أول واحد، قبله بالمثنى القاضي عبد الأمير الشمري، وبعده ضياء الغزي، وبصراحة دزوا علي أني قبل تقريبا 6 أشهر، قالوا بقيت بس أنت وباسم خزعل بالساحة بالمظاهرات وقيادة المظاهرات، الكل لبينا مطالبهم ونفذ لهم اللي يردونه، قلنا لهم إحنا ما نساوم على الوطنية. أنا رديت عليهم، وبالأخص لوب المثنى رئيس اللجنة الاقتصادية مال عمار الحكيم بتيار الحكمة، عادل البصراوي أو الملقب بعادل ياسري رئيس الاستثمار المثنى المخلوع، قبل 20 يوم ما جددوا له الدورة مالته. أستاذ ضياء، هل نعم، هل فضل. تسييس القضاء الذي تحدثتم عنه وهو ليس بالموضوع الجديد، يعني تسييس القضاء هذا الحديث منذ عدة سنوات نتحدث به، هذا التسييس القضاء الذي أدى إلى ما أدى من قمع حريات التعبير لدى العراقيين، هل سيؤدي من وجهة نظرك إلى المزيد من التظاهرات؟ أكيد كل فعل إلى ردة فعل. هم شو يتصورون انه سجنوا باسم خزعل انتهى، ومشمسين حاليا مجلس المحافظه باسم خزعل،
لكن والله يطلع لهم مليون بارت مخزن، ويطلع لهم مليون بتاع الغزي، ويطلع لهم مليون القاضي عبد الامير الشمري. انا اتكلم بحدود محافظه المثنى ولا صغرا باخواني وزملائي في بغداد والبصره وباقي المحافظات. يعني يا اخي الكريم، القانون معروف. تصور نزلت منشور قبل فتره كتبت عليه باسمي انا، قلت ضياء الغزي ما اجي على ظهر الدبابه الامريكيه، انا احكي عن نفسي. نعم معك استاذ ضياء. قلت ضياء الغزي ما اجى على الدبابه الامريكيه، ولا دخل الامريكان لسكته، ولا نهب نص اراضي المثنى. ثاني يوم الصبح يروح اخو المحافظ السابق ابراهيم الميالي ياخذ ومدير مكتبه السابق ياخذ المنشور ويشتكي عند قاضي التحقيق، وقاضي التحقيق يدد عليه ويرفع القضيه الى محكمه الجنح، ولا تزال مرافعاتها بمحكمه الجنح. زين وين الدليل؟ انت دلت علي يا قاضي محكمه التحقيق، شنو الدليل اللي علي ادانتني ورفعت دعوتي لمحكمه الجنح للنشر في المثنى؟ يعني من هيك وقيل؟ يعني القضاء اصبح متيس، احنا امنا بالقضاء، اي مواطن يمشي بالشارع العراقي يامن بالله وبالقضاء. هل لا زال املكم بالقضاء استاذ ضياء وهو يعني مسيس وهو ظالم للعراقيين؟ لا، مسيس بالادله اخي، مسيس بالادله. عندنا ادله ووثائق ورئيس الاستئناف مال المثنى، اجيب لك مثال عليه اللي حكم باسم خزعل. انا من رجعت من حادثه اختطافي وهدوني الكلاب القذره، مع احترامي لقناتكم والسامع الكريم والمشاهد الكريم، رجعت حقق وياي القاضي باسم العبيدي قاضي التحقيق، حقق وياي من الساعه 9:45 العصر. قال لي من اللي خطفك؟ قلت له انا ما عندي عدد، بس فلان وفلان وفلان. عادي اللي جاب مدير استثمار المثنى اللي هددني، ونمير الاملس صاحب فندق قصر الغدير والقيادي بتاع الحكمه. طيب. وناصر الميال. استاذ ضياء، نريد ان نسالك، اريد ان دخل رئيس المحكمه باللحظات الاخيره. نعم. وقلب التحقيق فوق على عقب. زين. كم دعوه قضائيه سجلت ضدك يا استاذ ضياء وانت كناشط مدني؟ 58 دعوه لحد الان، كلها دعاوي كيديه، دعاوي قشور، انا لا الي بها صله ولا الي بها كل يعني علاقه. تصور يوميا داهمين بيت اهلي، يعوفون السراق، يعوفون اهل المخدرات، يعوفون الارهابيين، يداهمون بيت اهلي في العراق وبدون سبب، ومنوعين والدي ووالدتي، ناس كبار بالعمر، وقائد الشرطه المسيس لهم ايضا. طيب. يعني بوجودك انت هناك في الـ 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 على الارض، يعني هل أنت واثق من أن الواقع في العراق سيتغير فقط على أيدي العراقيين؟ والله بإذن الله احنا عندنا أمل كبير بالأحرار المستقلين الوطنيين الأكاديميين، هؤلاء نعول عليهم بتغيير الحال بإذن الله. ما 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 يصح إلا الصحيح، ولا 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 يدوم الظلم، هذا وخاصة محافظة المثنى. نشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ ضياء الغزي الناشط المدني ومعتقل الرأي السابق لدى الحكومة، شكرا جزيلا لك. وقبل الختام أشكر أيضا الأستاذ زيد شوبر عضو المركز العراقي لدعم حرية التعبير، والأستاذة إيناس زايد المستشارة القانونية في المركز الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان، والدكتور جاسم الشمري الباحث والمحلل السياسي، وكذلك الشيخ أبو عزارة خشان أحد شيوخ عشيرة الحجيم. شكرا لضيوفي الكرام في هذه التغطية التي كانت بشأن الحكم على الناشط المدني باسم خزعل خشان بالسجن لست سنوات على خلفية نشره آراء معارضة للفساد الحكومي على مواقع التواصل الاجتماعي. نشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن وطيب المتابعة، وإلى تغطيات أخرى من قناة الرافدين. إلى اللقاء.